يعتز أن يكون توقيع هذه الاتفاقية بيوم احتفالية الطفل اليتيم الثامنة. طبعا هناك العديد من البنود التي نصت عليها هذه الاتفاقية، أن تقوم وزارة الثقافة بتقديم المراكز الثقافية لكافة الفعاليات التي تنظمها هذه الجمعية بشكل مجاني، وأيضا تستقطب معاهد الثقافة الشعبية والفنون التشكيلية والتطبيقية والمعاهد الموسيقية، كل ما يقدم ويرشح من أسماء من قبل الجمعية إلى هذه المعاهد ويتم تدريبهم وتدريسهم بشكل مجاني. سنويا وزارة الثقافة بتحتفل فيه بأكثر من مكان. نحن كوزاء السنة احتفلنا بدار الأيتام، عملنا يوم كامل خصصنا فيه أطفال دار الأيتام دار الأمان بدمشق، وكان وهيدا اليوم للإس أو إس. نحن مو هي أول مرة، في أكثر من مرة عملنا بالإس أو إس، بس هاي المرة له ميزة خاصة أنه في نحن ضمن الفعالية توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة والإس أو إس، يعني إيمانا من وزارة الثقافة بدور المنظمات والمجتمع الأهلي بشكل عام. نحن دائما في تواصل مع وزارة الثقافة وليس مجددا يعني، وسبق وقامت وزارة الثقافة بعدة أنشطة وبدعوة جمعية قرى الأطفال لهذه الأنشطة، ومنها حضور مسرحيات هادفة أو حضور يعني كمان معارض وحضور كمان أنشطة معينة ثقافية للأطفال بالذات يعني لخدمة الأطفال. وقامت وزارة الثقافة لعدة مرات وليس المرة الأولى بإغناء مكتبة القرية بالكتب الثقافية الهادفة الممتعة للأطفال. اليوم في بصراحة فعاليات كتير حلوة عم تصيب القرية، يعني مثل أي يوم بالنسبة للأطفال، يعني في مسرحيات هلأ عم تتجهز برا، في تدريب على الرقصات، في احتفالية وغناء، في ضيوف جايين لعنا طبعا اكيد صحفيين وعده متطوعين وممثلين وزاره الثقافه. هلا بإضافة لهالشي كمان، غير انه في يعني يوم مرح بالنسبه لاطفال اليوم، في شيء ان شاء الله عم يتخطط له لقدام. وزاره الثقافه دائما هي بتدعم قرى اطفال اس او اس، بس هالشي هلا ان شاء الله يعني تبلور وتمحور عن طريق مذكر تفاهم توقعت اليوم. نحن اليوم يعني راح يكون في احتفالات ان شاء الله بيكون مع وزاره الثقافه بمناسبه يوم الطفل اليتيم، وفي أنشطة متنوعة راح تكون من قبل الوزارة، وبالمقابل كمان نحن في فقرات راح نقدمها بنشاط متبادل بين وزارة الثقافة وأطفال قرية الأطفال السويس.